طبعا كنت مبسوطه جدا. انا اصلا اول مره ليا في اسكندريه، فانا يعني واخداها برضو كمهرجان بس فسحه كمان، فانا حسيت لا يعني كنت مبسوطه جدا وفخوره جدا، لان الفيلم يستحق الصراحه. انا يعني الفيلم عامه كنت فخوره ان انا بشارك فيه. بيتكلم عن يعني قصه حقيقيه انسانيه جدا، واتبسطت جدا يعني في التعامل مع حسام ومع اوزو ومع الكاست كله ومع الكرو كله. كنت حاسه ان انا يعني بشتغل يعني في وسط اخواتي يعني، فانا لا اتبسطت جدا. والمهرجان الصراحه السنه دي تنظيم حلو جدا، الاجواء حلوه قوي، واتفرجت على الافلام كلها امبارح، وانا بحب يعني حتى الاجواء دي يعني. وحبيت جدا اكتر حاجه حبيتها في المهرجان كله ان الناس اللي يعني جايه تخش تتفرج جمهور حقيقي، مش ناس اللي هم فاهمين عارفين عن فيلم فعايزين يتفرجوا، لا هم جاي ده جمهور حقيقي جاي سينما مترو يتفرج على الافلام. فاحنا ردود الافعال بتبقى يعني حقيقيه اكتر، ودي اهم حاجه خصوصا في الافلام القصيره. الحمد لله الناس كانت مبسوطة يعني، الناس عجبهم الفيلم، عجبهم التصوير، عجبهم السكريبت، عجبهم التمثيل الحمد لله. وعجبهم يعني القصة عامة. هو متاخد من روايات كان اسمه ايه؟ في قلبي أنت عبرية، دكتورة خولة حمدي. فهو أصلا قصة حقيقية، فلما قلنا ده لأن كان في ناس قرأت الرواية وكان في ناس لأ، فلما قلنا ده حسيت الناس لأ يعني تعاطفوا مع الشخصيات اكتر واكتر يعني اكتر كمان. فانا لا اتبسطت جدا من ردود الافعال. كان في كيو ان اي بعد السكريننج، وكان في اسئله كتير الحمد لله، والناس كانت مش بس يعني مهتمه ان هي تعرف عن الفيلم بس برضو عن البيهايند سينز بتاع الفيلم، البرودكشن نفسه، لان احنا كان معانا دي اس بلس، ففي ناس كان في فيلم ميكرز كتير عايزين يعرفوا هو ازاي حسام يعني قوم المشروع. ودي بالنسبه لي اسئله انا برضو كياسمينه بحب ان انا يعني اسمع الحاجات دي اكتر، لان احب جدا ان انا اكتب وانتج واخرج واعمل كل حاجه. فلا الحمد لله ردود الافعال كانت حلوه، وال يعني اجواء في القاعه نفسها كانت لذيذه جدا. ما ابتديت برضو بأفلام قصيرة بس لا فاهمة قصدك. أنا والله الأفلام القصيرة بالنسبة لي ده أحلى فورمات، لو يعني أنا بحب السينما جدا وبحب التلفزيون جدا، بس الأفلام القصيرة لأن ده بيبقى برضو خلي بالك وجهة نظر المخرج فقط، مفيش فكرة إن أنا عندي أجندة معين أو إن أنا لازم أبقى واخد بالي من أصل الحتة دي الناس هتفتكر إيه. لأ ده بيبقى حاجة إنسانية جدا معظم الوقت. بقى في حاجات كوميدي طبعا، كان في حتى في العرض كان في فيلم سعودي كان شدة، كان اسمه كان خطير، كان كوميدي. بس عادة الأفلام القصيرة بيبقى أنت ليك مساحة إنك تعمل اللي أنت عايزه. فأنا بالنسبة لي أي أساس المشروع هو الورق، فأنا لما قريت حبيت الورق جدا، حبيت الشخصيه جدا. ولما عرفت ان هو اصلا متاخد من روايه يعني من روايه وهو ان هي قصه حقيقيه، دي لا شدتني يعني حاجه شدتني للدور اكتر. وللاسف يعني انا حتى كنت بتكلم مع حسام، ما كنتش حابه يعني اقرا الروايه قبل ما انا من الناس دي بقى مش عايزه بس الموضوع ياثر عليا. فكنا بنتكلم انا وحسام المخرج، وبيقول لي ان اكشلي ريما توفت في الاخر، اتعرضت لصعوبات تانية، هجرت وتعرضت لصعوبات تانية وماتت توفت. فانا عارف كده قلبك بيتكسر كده لما بتعرف اللي مرت بيه. فلا انا بالنسبه لي لا الورق كان حلو، والفريق العمل كان خطير. ودايما اي حاجه ليها دعوه بمعهد سينما بقى ناس لا ال بيبقى شباب بيبقى جعان بيبقى عايز يعمل حاجه حلوه، ودايما لا الكواليتي بتطلع خطيره. طبعا فارس مدير التصوير كان خطير، الدي او بي بتاعنا عمل يعني خلى الصوره تبقى فاضيه. فلا انا يعني انا بالنسبه لي اي حاجه بس الورق تكون يعني يكون حلو انا تمام. اكيد هو ريما ليها تفاصيل كتير، منهم انا اكتر حاجه كنت عايزه يعني اركز عليها هي فكره التخلي الاباندمنت، ان هو في الاول وفي الاخر دي مش عائلتها. يعني مهما هو يعقوب كان بيحبها وبياخد يعني باله منها، في الاول وفي الاخر ده مش باباها وده مش بيتها ودي مش عائلتها. ف
في الاخر لما طبعا ريما يعني خلاص بينفصلوا يعني وبيبقوا خلاص هو يعني بياخد القرار, دي بتكون حاجه صعبه قوي. فانا اكتر حاجه كنت عايزه اركز فيها هي فكره الابندمنت, فاكتر جزء كان مهم هو اخر الفيلم. يعني في الاول احنا يعني لسه بنتعرف على الشخصيه, وطبعا انا بتقول ان ده خلاص ده هيبقى لبسي خلاص, بنفهم يعني ايه اللي بيحصل اكتر. فانا بالنسبه لي اهم جزء كان الجزء الاخير, وده صورناه الشوت بتاع وهي ماشيه وكان قدام البيت ده كان في اسماعيليه, صورنا جزء في المعادي وجزء في اسماعيليه. ويعني دي بالنسبه يعني كان المشهدين اللي في الاخر دول كانوا يمكن اصعب مشاهد يعني. وبرده مشهد لما ريما بتقول بالعياط يعني ان هي تانية خلاص سابت البيت ومع الولاد, فلا كان في كام مشهد كده صعب, بس حسام بيدي لك مساحه ان انت تاخد وقتك. مظبوط. هو اتعرض يعني اتعرض خلاص في على بارامونت بلس, وكان على بي اي تي افريكا, واسمه يعني هي سلسله افلام قصيره, خمس افلام قصيره اسمها ان بلوم, والفيلم بتاعي اسمه بيريد. وبيتكلم عن البيريد بوفرتي, ان الست لازم تكون عندها الادوات الصحيه اللي هي محتاجاها عشان ذا هيلث ايشو, ودي حاجه تخص اي بنت واي ست في العالم. ولا بيتكلم عن قضايا يعني انا بشجعها ومقتنعه بيها جدا, والحمد لله ردود الافعال حتى في المناطق بتاعتنا كانت حلوه جدا, كان في ناس بتيجي ومش بس البنات اللي جم يتكلموا, لا الولاد. طب على فكره ما كنتش عارف المشكله دي, مبسوط ان انا دلوقتي عارفها ومهتمه بيها يعني. ف لا كان يعني كانت تجربه لذيذه قوي, اخراج نيكول تيني, وكان ام تي في ستينج لايف فاونديشن هم برضو بارت اوف ذا برودكشن. فلا الحمد لله يعني ده كان مشروع لذيذ قوي. بص انا يعني عامه النجاح انا ما بحبش, ما عنديش فكره تقليديه يعني, مش عايزه اقول تقليديه بس مش فكره معينه عن النجاح اللي هو العالميه. لا انا اهم حاجه بالنسبه لي انا دلوقتي شايفه مشكله انه في الغرب عامه هم صورتنا مش حلوه. صورتنا مهزوزه جدا, والناس مش فاهمه الثقافه بتاعتنا, مش فاهمين احنا بنفكر ازاي, ولا هم بس بيشوفوا حاجات معينه وبيبروزوها بالطريقه دي. فانا عايزه اوصل صوتنا لبره, وده بالنسبه لي يعني دي بالنسبه لي اهم حاجه. فانا مهما بقى عالميه او عالميه او مش عالميه, انا بالنسبه لي اهم حاجه ان انا بس اختار ادوار لو ليها دعوه بالشرق الاوسط وانتاجها يعني من بره, لو تتكلم عننا بشكل واقعي بشكل كويس بشكل منطقي, ودي بالنسبة لي أهم حاجة. فأنا بسيبها على الله خالص يعني. أنا يعني هو المشكلة أنا هو المشكلة في الكونتكست, ان انت دلوقتي ماشي بتعمل دور ارهابي, بس مش ما دخلوش بقى في سكة طب احنا بنفكر يعني هو الموضوع ده جاي منين. لا هم بالنسبه لهم دي الفكره بتاع يعني العرب هم كده, ودي احنا مش كده, احنا بالعكس خالص. فهو المشكله بس ان احنا يبقى في كونتكست. انا طبعا مش حابه ان انا اعمل حاجه اللي هو ارهابي او بتاع وخلاص يعني, لازم يبقى في وراها قصه, يبقى مكتوب حلو, الورق مفهوم, ودي بالنسبه لي اهم حاجه. فخصوصا لما مثلا يعني انا مثلا كنت عامله دور اميره صفيه في ثيودوسيا, ده دور مكتوب حلو قوي, اصلا المسلسل كله عباره عن علم المصريات وانا كنت المصريه الوحيده. فانا بالنسبه لي دي مسؤوليه ان انا لو يعني حتى في اسامي الفراعنه ان انا انطقها صح, مش انطقها بالانجليزي, انه لا صفيه دي متعلمه بتتكلم كذا لغه وعادي ومش متقفله. يعني دايما بيبقى في حاجات كده معينه احنا متعودين ان احنا نشوفها, ودي مش الحاجات الصح. فانا يعني احب جدا ان احنا بس نوصل صوتنا لبره, ودي بالنسبه لي اهم حاجه. نازل ان شاء الله قريب جدا, احنا خلصنا تصويره من شويه يعني, كنت لسه بعمل اي دي ار فاحنا قربنا. فلا متحمسه له جدا. زينه طبعا برضو فرفوشه وملزقه وكل حاجه, بس يعني بتعقل اكتر بتكبر شويه, وهي برضو الجنزي انفلونسر بتاعتنا اللذيذه. فمتحمسه له جدا. معنا ظفر العابدين وطارق البياري للسيزون ده, فلا التصوير كان خطير, ومتحمسه له جدا 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 الجزء ده. ميرسي جدا, ميرسي.